call me a god. وصلنا تقريبا الساعة 10 قريبة. وصلنا المبالغ ان 10 دقائق ما اتوقع نقدر نسوي فيها شيء لحد عملية النهب القادمة. نشوف مهام التوصيل اذا نقدر. نشوف مهام التوصيل اذا نقدر. وصلنا الدولارات الاسطوريه. نشوف سجل طلبات. بعيد 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 في الهند. ما اقدر اوصل هذا لانه ما عندي وقت. نشوف إذا عندنا كمية من الخشخاش أو السكر. عندنا سكر، عندنا 424 بس ما أحتاج إلا السكر عشان أطور المعمل. في حاجة شفت المعمل هنا. هذا مهمة إحضار موارد إمداد غير النشطة. كيف أقدر أنشطها؟ المهم إني أوصلهم 60 من السكر. وهنا عندنا 51 دقيقة نفس الحالة. مواد إمدادات غير النشطة نفس الشيء. سكر وهنا سكر وهنا سكر. أقدر أرقي؟ من بعضها يكون مرقى اوريدي وبعضها لازم انا اسوي عملية ترقية. 84 عندنا. ليش لكن معمل قمقمة البيضاء هذا وهذا معمل قمقمة البيضاء نفس الحالة. ليش ما مترقى معاه يعني؟ وها نفس المعامل بالضبط يعني. اذا ليش لما رقيت هذا ترقى الثاني بس الحين في واحد ما مترقى معاه؟ غريبة. بقى 6 دقائق وتبدأ العملية الأخيرة اليوم. شوف كيف أبعد نقاط موجودة. أبعد مصانع موجودة. كل مصانع الثانية أقرب من كذا. وحتى ما سيطرت على أي منطقة. شوف هنا منطقتين أقدر أسيطر عليهم يعطيني بونس. هنا 4. هنا 3 بس. أنا ما عندي ولا واحدة من هنا. ف التارجت الجاي راح اخليه يكون في مكان اوريدي عندي. هنا 4 مش 2. 4 ما في حاجة اقدر اسويها. عمليات توصيل بعيدة كثير عني وماشي وقت. انا اريد المصنع الخامس على الاقل. اليوم ننهي بخمسة مصانع. صعدنا في التصنيف العام 480. ما انتبهت للرقم. نقدر نروح نشتري قصب السكر او الخشخاش. نرجع نروح هناك. عندنا 5 دقائق نسوي فاست ترافل. اظن يمدينا نشتري 4
شحنات من قصب السكر، ومباشرة أروح أسلمه في الصناعة. هناك أو فوق، فوق كم يبقى؟ 5 دقائق نلحق. إذا في مهمة أوفلاين مشكلة، ما أريد أدخل ويجي حد يهجم علي مثل اللي جاني قبل شوية، حظ إن كان جاي في وقت متأخر ولا كان يهزمنا. لكن محلة سعيدة، انتقال سريع. نسوي شراب اللوتس، وبعدين نسوي شراب ال القمقم البيضاء. عندنا بعد كمية كبيرة من شراب اللوتس. الخشخاش كثير 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 كثير. انتقال سريع. سانت ام بقي 3 دقائق. نحتاج قصب السكر، لذلك لو يصير أنقص الرقم. مئة وسبعين، أنا أحتاج على الأقل 150. يكون على 22. نسوي صناعة. أوكي. الحين نشوف هنا. هذه هي نظرة الإمبراطورية. وصلنا 630. بعدنا بعيد عن المكافآت، ما أقدر أشوف مكافآت فوق الحين في المرحلة البرونزية فوق الفضية بعد 30,000. موسمية هنا الأسبوعية لازم 1200، أوريدي واصل 500، فنوصل المستوى القادم. بس بقى لنا 3 أيام، موسمية بقى لنا 87 يوم. الترقيات هذه اللي ما جالس اسويها، تقليل مدة تكرير البضائع المهربة في مختبر بالنسبة، بس احنا ما جالسين الحين نوصل اي حاجة مهربة. ايش هنا غلطانين مسويين 3 ايام ولا بيستوا حقيقي ارقاء؟ هذا خليق بيساد، كانت باليسيد. اذا كانت هنا المهمة اللي كان كنت اقدر اسويها. محتاج ان احفظ الاسماء. اخشاب تسيفو، معادن تيمبي، زيت رانا، منسج راوفية. تبقى لنا دقيقة. تانجوانا، ايش تانجوانا؟ وش فيه تانجوانا؟ انكو نانا. الحين الحلو انه اي حاجة باخذها بتكون جنب حاجة ثانية، لان منتشرين في كل مكان، وهذا قريبة من سنتين. يبدأ الحدث ونشوف المهام المتاحة. ما شيء الا مهام اونلاين، فاقدر اروح هنا ونتمنى انه ما حد يشاركنا. المهمة الكو اوب اوريدي المكان عندي، عشان كذا ما ظهرت لي. نشوف اذا
لا حد بيجي معانا ولا بيخليوني بروحي. نتمنى انه ما حد يدخل لانه بعد ليفلنا 9 حتى ما وصلنا 10. مبحر. المهمة الأخيرة اليوم بعد هذا بسوي مهمة توصيل بس اللي هي مهام توصيل للأفيون والقمقمة البيضاء. شوف حد دخل معنا الحين ما حد بس بعد 5 دقائق ننتظر. شوف الناس المشتركة، هنا مشترك شخص وهنا مشترك شخص. الأماكن الثانية اللي ظاهرة شكله إنه هي أماكن أوريدي أنا ماخذنها. في شخص قال سيقترب من المكان اللي أنا فيه، دخلوا 3 ونفس الأشخاص اللي قبل شوية، ما أعرف يريد يعاديوني هذا لو ولا وش. مشكلة شخصين اللي دخلوا هنا. نفس الشخص اللي قبل هاج مني الحين دخل مرة ثانية. بروح لهنا. اهرب عنه واروح لهنا. شفت انزونا. دومديك هذا نفس الشخص اللي قبل كان يساعدني. مشكلة انه هذا ليفل 11 و ليفل 11 و ايش اسمه وعنده صاحبه يهجم معاه يضحك عليه يسوي لي اشارات. نشوف يمكن الشخص الثاني دومدك، مع اني متاكد انه كان ليفل 10 شايف انه قبل شويه، بس اتمنى انه اسلحتي تكون اقوى من اسلحته او لعبي افضل من لعبه. غير كذا ما اتوقع انه نقدر نسيطر عليه. نقرب حظنا مع دومدك ولا نروح نشوف فوق من اللي مشترك. هنا مشتركون 2، هنا 2 وهنا 1. باقي دقيقتين يمديني اروح فوق، بس عادي اذا رحت هناك ما اقدر ارجع مرة لدومدك. دومدك ليفل 10. روح للثالثة أفضل. أسحب عن دمك مستوى أول لأنها، وهذه مستوى مستوى ثاني. بلينك ديف اللي في البداية جاء. أوكي هذا ليفل. لا لا أحسن أرجع لدمك. نرجع لدوم ديك ونشوف إذا قدرنا نسيطر عليها. دوم ديك ليفل 10 والجماعة هناك ليفل ليفلاتهم أعلى. ليفل 11 هناك شخصين ليفل 11. مستحيل مستحيل أقدر الشخصين وأنا وحدي، فخلصنا أكبر مع دوم ديك. بدأ
هذا يهجم علينا. هل يمدينا الوقت؟ وصل وصل دول. Oh!
ذا مرة ثانية. سلاحنا شالنا السلاح هذا الأخير، آخر سلاح صنعته، بس رجعنا مرة ثانية وما في دامج ويضربنا الحين. الحين عندنا كم؟ نجحنا. الله كانت صعبة، كانت صعبة خصوصا انك تواجه اللاين وليفلو 11 مش 9. نجحنا وسيطرنا على التايدونا. نتفاعل معاه نشوف. ايش نقدر نبيع هذا؟ لا ما اريد ابيع هذا، ابيع هذا طبعا. نشوف الدنيا كاملة. ندخل الماب ونعطيها تمويل. الحين تمويل عندنا بعد 32 دقيقة، وهنا بعد 17 دقيقة. بنروح هنا عشان نروح تلوك بنجارة، ومن تلوك بنجارة نتجه إلى مهمة التوصيل القادمة.